في حلوة الأول هنادي الاتنين لتر ومية عامل 129 بدل من 132. طب حلوة اللتر عامل 63 بدل من 65، يعني فيها 2 جنيه بس. وحلوة 700 مللي عاملة 48 بدل من 50، برضو فيها 2 جنيه. في هنادي اللتر عامل 63 بدل من 65، برضو 2 جنيه بس. في الشمس الذهبية اللتر عامل 63 بدلا من 99 و75 قرش، ده عرض كويس ده. تبورك ده لتر عامل 77 و75 قرش بدلا من 88. تبورك ده للقلي والتحمير صحي وصافي، مكتوب عليه كده. في هنادي 700 عامله 48 بدلا من 50. البرج الفرنساوي 3 لتر عامل كام؟ 185. يونجا ال 4 لتر عامل 320 بدلا من 450، عرض كويس ده. 320 بدلا من 450، 4 لتر يونجا. سولو ده زيت صويا 900 مللي عامل 58 بدلا من 83، عرض كويس ده. في روز جاردن ده لترو 800 عامل 175، ده نقي مكرر نقي، دوار شمس مكرر نقي. وفي سولبيدا، سولبيدا ده 2 لتر 700 عامل 235، وسولبيدا لترو 800 عامل 160. كان في حجم اصغر من سولبيدا، اهو اللتر عامل كام؟ 88. وفي منه حجم برضو 800 مللي عامل 75 من سولبيدا. وفي الترو ده كام؟ ده 810 مللي، وصافي 745 عامل 99، ده زيت دوار برضو. في نور ده 850 مللي عامل 82 بدلا من 124، 82 جنيه بدلا من 124. بصوا زيت نقي 100%، 850 مللي، ده دوار برضو. نور ال 2 لتر 650 عامل كام؟ 241 بدلا من 377. الهود على زيت الزيتون ده زيت زيتون من شيبا بكر ممتاز، اللتر عامل 170 بدلا من 195، وال 500 مللي عامل 102 بدلا من 115، وال 250 مللي عامل 68 بدلا من 78. اوليفا وان ده زيت زيتون سيوي، اللتر عامل 151. وفي منه، لا ده مفازة، في مفازة ده بكر ممتاز 250 مللي عامل 229، 250 مللي بكر ممتاز من مفازة. في زاد ده زيت زيتون 250 مللي عامل 86 من زاد. في ملتيرا ده زيت زيتون 500 مللي عامل 495 بدلا من 595، يعني في فرق 100 جنيه. دي برجس ده زيت زيتون بكر ممتاز 500 مللي عامل 445، معصور على البارد. وفي اللي هو الاصفر برجس ده زيت زيتون بكر اصفر، اللتر عامل 899، ده كده. سيارة ده زيت زيتون اكسترا 500 مللي عامل 482، 482. جولد ريفر ده زيت زيتون تونسي بكر ممتاز 500 مللي عامل 535. وفي منه ال 250 مللي عامل 289. في
البادة ده زيت زيتون لتر عامل 585. وليبيا زيت زيتون بيكري سيوي اللتر عامل 178 اللتر. وفي منه ال 500 مللي عامل 103، وال 125 مللي عامل 33. داريا ده زيت زيتون برضو 250 مللي عامل 219. لجميع الاستعمالات الكيلو عامل كام؟ 43 وربع. دايموند ده دقيق سافر الكيلو عامل 38. في سنبلة الفرات ده دقيق ذرة أبيض كيلو عامل 57، وفي منه أصفر برضو نفس السعر كيلو عامل 57. في دوبيلا ده دقيق للبيتزا والمخبوزات الكيلو عامل 37 بدلا من 41، ودقيق الكيك برضو 37 بدلا من 41. وفي من دوبيلا دقيق ذرة صفرا كيلو عامل 39 بدلا من 43. في من دوبيلا لجميع الاستعمالات الكيلو عامل 45 مفيش عليه عرض. في من ريفولا ده دقيق كحك وبسكويت الكيلو عامل 43، ومن ريفولا دقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسة الكيلو عامل 47، وفي من ريفولا دقيق الرز الكيلو عامل 42. في من الريادة ده اللي هو السميد بتاع البسبوسة الكيلو عامل 39. في من ريفولا دقيق للكيك الكيلو عامل 43، ومن ريفولا للبيتزا والمخبوزات برضو 43، وفي من ريفولا دقيق ذرة صفرا كيلو عامل 40. في من دوبيلا دقيق الشوفان ب 750 جرام عامل 68 بدلا من 77. ومن دوبيلا دقيق الرز ابيض كيلو، دقيق رز ده ابيض عامل 46 بدلا من 3 بدل من 48، 46 بدل من 48، يعني في 2 جنيه بس دقيق الرز الابيض. في سنبلة الفرات للبيتزا والمخبوزات الكيلو عامل 58. ميس كارما الكيلو عامل 21. طب الزعيم عامل كام؟ مش حاطين سعر الزعيم او التكاية. في روعة الكيلو عامل 20. 3M الكيلو عامل 20. الريادة الكيلو عامل 20. في الصقر الكيلو عامل 20. اورجن الكيلو عامل 20. يبقى معظم الانواع هنا كيلو 20. روعة، 3M، الصقر، اورجن، الريادة، اي نوع من ده عامل 20 الكيلو. في الضحى الكيلو عامل كام؟ عامل 30. دي ابيض فاخر من الضحى الكيلو عامل 30. الضحى حمص الشام ده 500 جرام عامل 100 جنيه، غالية قوي كده. والضحى نور الفشار 500 جرام عامل 82. والضحى ده كيس ملوخية خضراء، ملوخية ناشفة. الضحى يبقى الضحى ملوخية ناشفة 100 جرام عامل 28. ريحانة ده ترمس 500 جرام عامل 62 و50.